وفي سياق الاستهداف الممنهج لمنازل القيادة العسكرية والمدنية والمنتسبة للسلك القضائي من قبل العدوان السعودي، شن طيران العدوان السعودي الهمجي غارات على منزل العميد المتقاعد محمد الرقة في جولة شارع الخمسين بالعاصمة صنعاء. يأتي هذا في إطار الاستهداف الغاشم للمنازل والمساكن والمنشآت والمصالح العامة والخاصة التي ينفذها العدوان السعودي كل يوم في العاصمة والمحافظات منذ مارس الماضي.